مجموعتنا احنا المجموعه الاولى سمينا المشروع مشروع سواعد زي ما انتم شايفين ومجموعه سواعد نتساعد فيها على بناء مشروعنا والمشي فيه الى نجاح ان شاء الله. ما شاء الله. رشحوني الاخوه انا كرئيس للمجموعه المقرر فيها اخونا الاستاذ صالح ايمن استاذ ايمن استاذ عثمان عن المشروع. اقترحنا شعار سواعد قالوا لنا شعار او لوجو او شيء اخترناه كسواعد للمجموعه. قوانيننا انه حنكون مخططين لها ان شاء الله نتعاون فيما بيننا والمشاركه في الافكار لتنفيذ ما اتفقنا عليه بجوده فائقه. يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا لك، شكرا لمجموعتكم، تصفيق قوي جدا لهم ما شاء الله، شكرا.